دكتور، واحنا بنستعرض قراءة في الصحف الأمريكية، وول ستريت جورنال اتكلمت عن الرؤية المصرية، عن وضوح الموقف المصري ورفض مصر لإدارة غزة من قبل أي قوات أيا كان هذه القوات تابعة لإيه. وشوف حضرتك، انا كان ليا مداخله في فوكس نيوز قريبا، يعني من فتره بسيطه، وكان قبلها حصل حوار بيني وبين المذيع، ولاحظت حاجه انهم مش فاهمين الوضع المصري بصوره جيده. يعني هم كانوا مستغربين في الاول، هو ليه مصر رافضه؟ وبعدين بداوا يتفهموا الامور، واعتقد ان الول ستريت جورنال اللي ذكرته في هذا الامر وضوح الموقف المصري ده كان شيء هام جدا عشان يضع الامور في نصابها الصحيح، لان مصر موقفها في نوع من الايه، نقدر نقول الحساسيه الشديده، لان مصر اولا دوله محوريه في المنطقه، هي طول عمرها الام للمنطقه كلها، وهي العطاءه، وهي كانت متبنيه القضيه دي والشعب الفلسطيني لدرجه كبيره في تاريخها. ده من ناحية، ولكن من ناحية أخرى مصر كدولة عليها التزامات دولة واحترام معاهدات ومواثيق وكذا. فكان التوازن الرائع اللي حصل اللي أنا شايفه إلى الآن، هم بدأوا يدركوه إن الرئيس السيسي صاحب مبدأ وقوي جدا في مبدأه ويمثل رأي الشعب، وده من ناحية. ولكن من ناحية أخرى إن هو الراجل عنده التزام بمساعدة هذه الناس دي، وفي وضوح في الموقف المصري ان انا لن اسمح بالتهجير لسيناء ولن اميت ان ينتهي الامر بالبساطه دي، في نفس الوقت لن اتخلى عن دوري الاخلاقي في هذه القضيه. فكان موقف واضح قوي، اعتقد شامخ يعني، وادى صوره قويه جدا لموقف مصر في هذه القضيه.